وانضم إلينا عبر اتصال تليفوني دكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية. دكتور جهاد، تحياتنا لحضرتك. تحياتي لك ولكافة المشاهدين الكرام. يختلف الآن الخبراء العسكريون والاستراتيجيون في تحليل الموقف وتخيل أو رسم مشاهد للسيناريو القادم لغزة. يرى البعض أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تسيطر إسرائيل سيطرة مباشرة على قطاع غزة عسكريا كما فعلت في 2005، أي عودتها قوة احتلال مباشرة، ولكن مثل هذه الخطوة ربما ستنذر بإطلاق مقاومة مسلحة جديدة كما ستكون لها آثار وتداعيات كبيرة إقليمية ودولية. كيف ترى هذا السيناريو؟ يعني أعتقد بأن إسرائيل ليست بهذه السذاجة حتى تعود لاحتلال قطاع غزة، وهو ما صرح به جنرالاتها العسكرية وقادتها بأنهم لن يرغبوا بإعادة احتلال قطاع غزة، لأن في العقلية هل التصريحات دكتور جهاد أم لأنه أصبح أمرا صعبا على أرض الواقع الآن، وده يعني محسوم من العمليات بعد توسيع العمليات البرية في القطاع وصعوبة ذلك على يعني قوات الاحتلال؟ يعني هي لديها جانبان، الجانب الأول هو جانب سياسي وجانب عقائدي لديهم بأن قطاع غزة ليس في إطار الفكر الصهيوني بما يتعلق سواء في الايديولوجيا او بما يتعلق بالمواقف الدينيه، ولذلك هم لا يرغبوا بوجود قطاع غزه، وهو ما صرح به معظم قاده الاحتلال مسبقا عندما قالوا يا ليتنا نصحو ولم نجد قطاع غزه وقد ابتلعها البحر. هذا جزء، اما الجزء الاخر فيما يتعلق بصعوبه العمليات العسكريه، هذا نعتقد بان الامور ستكون صعبه على الارض، ليست هي بنزهه في اطار قطاع غزه تستطيع حكومة الاحتلال تدخل وقتما تشاء وتخرج وقتما تشاء دون أن تدفع ثمنا في هذا السياق. لذلك أعتقد أن بعدما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي جالنت وقال بأن الأمور صعبة على الأرض ونشهد قتالا عنيفا، وما صرح به عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جانت عندما قال بأنه يضرب في الدموع على ما يجري على بأرض قطاع غزة، هذا الأمر الذي يجب على إسرائيل أن كانت تتوقعه، وهي تتوقع ذلك بأن ليست هناك نزهة وبأن إسرائيل ستدفع ثمنا، ولكن هي المطلوب أن يكون هناك عملية لتقويض المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهي التي تهدف من خلالها للعملية العسكرية، كيف لها أن تقضي على المقاومة أو تقوض عمل المقاومة. إذن هل ترى أن ذلك ممكن على أرض الواقع دكتور جهاد؟ يعني إسرائيل تحسم الموقف الآن بجانبها، يعني هي لا تريد الخروج الآن من غلاف غزة قبل القضاء على أو تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن، كيف ترى ذلك؟ يعني قضية تدمير حماس في قطاع غزة هي ليست بهذا النمط الصحيح، إنما هي تستهدف إسرائيل إذا أرادت أن تستهدف المقاومة في ظل الغطاء الأمريكي وشرعنة الجريمة الإسرائيلية والغطاء الأوروبي وفتح مخازن الأسلحة في دولة الاحتلال وتقديم كل الدعم لها سواء المادي أو اللوجستي أو العسكري، هذا الأمر الذي قد يطيل في أمد العملية، وهي رغبة إسرائيلية لدى نتنياهو بأنهم يطيل أمد العملية. ولكن قضاء على حماس، حماس هي عبارة عن فكرة منتشرة سواء ما بين جزء من المواطنين أو موجودة بالخارج متواجدة بالخارج، هي تستهدف فكرة المقاومة أو الجناح العسكري لكل ما هو فلسطيني، لأن حالة الاستهداف هي تستهدف الكل الفلسطيني. فيما يتعلق بقضية وجودها وعملية تواجدها في هذا السياق والسيناريوهات ما بعد هذه الحرب، أولا المطلوب هو وقف الحرب وليس نتحدث فيما يتعلق بالسيناريوهات ما بعد الحرب التي يحاول البعض الترويج لها أو الحديث عنها. الشعب الفلسطيني أقدر بقيادة نفسه، ولدينا منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي واحد للشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عن كافة الأراضي الفلسطينية وعن دولة فلسطين التي اعترف بها العالم عام 2012، حصلت على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، مما يعني أن هذه الأمور يجب أن تكون وفق إطار سياسة وفق صفقة سياسية متكاملة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية. ما يتعلق ما أو ما يجري على الأرض، الأرض تشهد حالة من الجرائم الوحشية من قبل دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في حرب إبادة، ليس كما تدعي دولة الاحتلال بأنها تستهدف المقاومة الفلسطينية، بل هي تستهدف كل ما هو فلسطيني، لأن أكثر من 80% هم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجزء آخر
اكثر من 220 الف شقه سكنيه تم تدميرها، بمعنى حاله الاستهداف هي استهداف للكل الفلسطيني، وليس وانما اسرائيل تريد ان تجد غطاء لعملياتها البربريه والوحشيه اتجاه الشعب الفلسطيني من خلال الحديث عن استهداف المقاومه. وما عبر عنه الوزير الاسرائيلي الياهو بالامس وقال وزير التراث وقال بان يجب ضرب قطاع غزه بقنبله نوويه، وهو اعتراف ان اسرائيل تمتلك اسلحه نوويه، علما بانها في كل مره كانت تتهرب من مثل هذا السؤال او الاجابه على هذا التساؤل، وترفض التوقيع على معاهده انتشار الاسلحه النوويه في المنطقه. والجزئيه الاخرى هي تعبير عن العقليه الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني، وهي عقلية مجرمة وعقلية متطرفة. يجب على العالم أن يدرك لهذه العقلية وأن يلتقط هذا التصريح، وليس فقط تصريح وزير التراث مع عمحاي الياهو، وإنما خرج العديد من أعضاء الكنيسة بالأمس ليتحدثوا بأن علينا قتل المدنيين وعلينا قتل الأطفال الفلسطينيين، بمعنى أن هناك حرب إبادة كاملة تشنها حكومة الاحتلال، وهذا يتطلب أن يكون هناك وقفا فوريا لإطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، والبحث عن مسار سياسي حقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، لأن علاج القضية من جذورها وليس علاج الأعراض. بالطبع، يعني ما تكرره دائما الإدارة المصرية، حل القضية يكمن في إقامة سلام شامل وعادل، وبإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، هذا هو الحل النهائي. وبالطبع الآن وقف كامل لإطلاق النار، يعني هذه هي الحلول المطروحة الآن والتي تتبناها وتعلنها وتوضحها دائما الإدارة المصرية. وطيب دكتور جهاد، لو تكلمنا عن الزيارة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وكنا تحدثنا عن، يعني أخذنا مقطع الآن خلال مغادرته للمطار في تركيا، تحدث عن الجهود الدبلوماسية الأمريكية لحل حالة الأزمة، تحدث عن ضرورة وجود هدنة إنسانية، ولكن مع هذا الحديث الدبلوماسي والسياسي للجانب الأمريكي نرى وصول غواصة جديدة، غواصة أوهايو لشواطئ البحر المتوسط، إلى جانب حاملتي الطائرات جيرالد فورد وأيزنهاور وبعض السفن الحربية الأخرى، وتسليح الجيش الإسرائيلي وماديا ويعني وبجميع الأسلحة المتاحة بجميع الأشكال والطرق، كيف ترى ذلك؟ أعتقد بأن ما يجري على الأرض وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أولا فيما يتعلق بزيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة وإلى تركيا، هذا أعتقد بأن بلينكين كان يتحدث باللسان الإسرائيلي وليس باللسان الدولة المحايدة أو الدولة التي تحافظ على حقوق الإنسان أو تريد إيجاد مخرج للأزمة الحالية، ويتحدث عن فكرة هدن إنسانية. نحن نريد وقف إطلاق النار، ما الفائدة من إدخال المساعدات والشعب الفلسطيني يقتل ويتعرض للقتل؟ هم يتحدثون عن هدنة إنسانية سيد جهاد، يعني هدنة إنسانية معناها لعدة ساعات فقط وليس وقف كامل لإطلاق النار، يعني ده معناه مش حل للأزمة ولا وقف إطلاق النار أبدا. ما هذا الذي نحن نتحدث عنه، المطلوب هو وقف إطلاق النار ومن ثم إدخال المساعدات، ولكن أن نقول هدن إنسانية تستمر لساعات ومن ثم يعود القصف ويعود القتل ويعود الدمار، هذا الأمر الذي يجب أن ندركه العالم، بأن القضية ليست هي هدن إنسانية وإنما المطلوب وقف إطلاق النار ومعالجة آثار الكارثة المتفاقمة على الأرض. ولذلك المطلوب من السيد بلينكين، لأننا ندرك بأن مفتاح الحل في لهذه القضية هو يكمن في البيت الأبيض، يكون في واشنطن، لأن السيد بلينكين الذي يأتي ليحضر اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى مشاركة قادة وجنرالات أمريكان في غرفة العمليات الإسرائيلية، واليوم زيارة لرئيس CIA مخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، بما يعني أن هناك شراكة أمريكية كاملة، ولذلك تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول لنتنياهو أوقف الحرب سيوقفها على الفور، لأن من يدعم
إسرائيل في هذه المعركة بشكل كامل هي الولايات المتحدة الأمريكية التي فتحت مخازن أسلحتها وقدمت كل الدعم لدولة الاحتلال، هي التي تقدم عشرات المليارات من الدولارات لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي ومحاولة دعم الاقتصاد الإسرائيلي. ما يتعلق بالقضية الأخرى التي تفضلت بها وهي قدوم حاملات الطائرات وقدوم غواصة نووية، نحن ندرك بأن هناك حالة من نقل الصراع من جنوب شرق آسيا إلى المنطقة الشرق أوسطية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبسط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التعددية القطبية، في ظل تصاعد الإمكانيات أو محاولات من يكون له نفوذ، ونحن ندرك بأن هناك نفوذ روسي في المنطقة، هناك تدخل صيني لأن الصين لأول مرة تخرج سفنها الحربية وترسلها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، قاعدة القاعدة الروسية في طرطوس وفي اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، إذن هناك حالة من صراع النفوذ في المنطقة، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون إسرائيل قوية وأن تبقى قوية في هذا الإطار لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة. وهذا جانب، من جانب آخر نحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية هي لم تستطع أن تنفذ مخططها العسكري في المنطقة الشرق آسيوية، ولذلك هي تريد أن يكون لديها قدرة أو كما نقول استعراض للقوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط لأهميتها الجيوسياسية والتي هي تستند بالأساس إلى الموقع الجيوسياسي والجغرافي في المنطقة بما يشكل أهمية كبرى، بما يتعلق ذلك ب حقول الغاز بالثروة النفطية بكل ما يتعلق، بالإضافة إلى المخطط الذي طرح في قمة العشرين والذي يذهب بالطريق الاقتصادي أو الممر الاقتصادي الذي يمر عبر الهند ومجموعة من الدول العربية مرورا بدولة الاحتلال إلى البحر الأبيض المتوسط أو إلى أوروبا. كل هذه القضايا نعم يعني، ونحن نتحدث معك دكتور جهاد نشاهد ألسنة الدخان تتصاعد من غزة، ولأنها تتعرض بشكل مستمر لقصف إسرائيلي مكثف أثناء الليل والنهار يعني بلا هوادة، وهذه الحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل يوم وكل ساعة على الأراضي الفلسطينية. دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.